دلوقتي هناخد حضراتكم في زيارة إلى محافظة المنوفية، هنشوف أحدث فروع البنك الأهلي المصري. طبعا الفروع بأكملها مطورة وتتماشى مع تكلفات البنك المركزي المصري بتحقيق الشمول المالي. وكان معانا في هذه الزيارة السيد أيمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري. خليكم معانا. البنك الأهلي المصري أضخم بنوكنا الوطنية، حالياً بينفذ أكبر خطة في تاريخه لافتتاح سلسلة فروع جديدة مطورة بمعدل فرع وربع كل أسبوع، وتطوير القائم فعلياً وتحديثه وتزويده بأحدث النظم المصرفية. يعني بننشئ فروع جديدة ونطور اللي في الأساس متطور، لأن حركة التحديث مستمرة على مستوى الفروع البالغ عددها حوالي 600 منشأة على مستوى الجمهورية لغاية النهاردة. وطبعاً الهدف هو تقديم خدمات مصرفية على أعلى مستوى لحوالي 17 مليون عميل للبنك الأهلي المصري، من إجمالي 25 مليون عميل لغاية النهاردة للقطاع المصرفي المصري. ولأن أساس التطوير هو العنصر البشري، جميع العاملين في فروع البنك الأهلي المصري وعددهم 17 ألف موظف خضعوا لتدريبات عظيمة ومكثفة على الخدمات المصرفية الجديدة. وخلي بال حضراتكم، فروع كتير للبنك الأهلي المصري بيدرها عدد من الشباب المتخصصين اللي يفرحوا بجد، من أول مدير الفروع مرورا بالاستقبال وخدمة العملاء وانتهاءا بالموظفين اللي بيتعاملوا مباشرة مع عملاء البنك الأهلي المصري. الجدعان كان شاهد على افتتاح أحدث الفروع الإلكترونية المطورة في المنوفية بالبر الشرقي في شبين الكوم مع السيد أيمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري. وبجد الديكورات مميزة والألوان مريحة والمساحة مهولة والاحتياطات مشددة لمواجهة ومحاصرة فيروس الكورونا ومنع انتشاره، والخدمات المصرفية متعددة ومتميزة وعلى أعلى مستوى بهدف تنفيذ تكلفات البنك المركزي المصري بتحقيق الشمول المالي. تعالوا في البداية نقابل السيد أيمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري، وبعدها نقابل ولادنا من قيادات أحدث فروع البنك الأهلي المصري فرع البر الشرقي في شبين الكوم بالمنوفية. فرع روعة، الشباب كلهم أوائل كليات، شباب صغيرين، مدير الفرع 34 سنة، حاجة تفرح. التطوير قايم على أي أسس وضوابط؟ المشوار ابتدى من 2008-2009، التطور وخطة التطوير ولغاية النهاردة ماشية بخطى ثابتة، ودي هتستمر، لأنه خلينا نقول الحاجة الوحيدة الثابتة هو التغيير. ما تقول لنا بالأرقام، عندنا كم فرع النهاردة وكم فرع بيتطور وكم فرع جاري تطويره؟ احنا 17 مليون عميل، وصلنا 5000 مكنة ATM، وصلنا 300 ألف مكنة POS أو نقطة بيع مباشر، عندنا 6 مليون مشترك في الأهلي نت، عندنا 1.7 مليون محفظة إلكترونية، عندنا بنفتح في السنة من 55-60 فرع، وعندنا خطة توسعية ان احنا 60 فرع دول يوصلوا 75، لان الانتشار بالفروع لن يتوقف. فانا لازم النهاردة اتواجد بفرع يبقى فيه موظفين مؤهلين ومدربين على اعلى مستوى، انهم يستوعبوا المواطن بجميع شرايحه، بحيث ان انا ااهله انه يبتدي يتعامل مع هذه القنوات، فبالتالي ابقى كسبته في الشمول المالي ودخلته تحول رقم. خلال لقائنا مع السيد ايمن جمجوم رئيس مجموعه الفروع بالبنك الاهلي المصري، اتكلمنا عن محفظه البنك من قروض المشروعات الصغيره والمتوسطه للقطاعات المتخصصه في اخر 5 شهور، يعني بدايه من النص الثاني لعام 2021، وقال انها بلغت 8 مليارات جنيه لحوالي 11 ألف عميل، وخاصه في القطاع الزراعي والانتاج الحيواني. وفوجئ وهو بيراجع الارقام في اليوم اللي قبل اللقاء مباشره لغايه اللحظه اللي احنا كنا قدام حضراتكم فيها، انها زادت 200 مليون جنيه
يعني الإجمالي ارتفع ل 8 مليار و 200 مليون جنيه في أقل من 24 ساعة. وخلي بال حضراتكم دورة المنح لا تتجاوز أسبوع واحد. ليه فكر الشمول المالي؟ عشان ما حدش يقاومه. احنا محتاجين المواطن يفهم عشان ما يقولش لا ده عايزين يعرفوا عني كل حاجة، ده عايزين يخلوا حسابات كلها جوه. يا سيدي احنا عايزين نساعدك، عايزين نخدمك، لازم نشوفك عشان نعرف تخدمك. كل فرد في المجتمع بيخش جوه المنظومة المصرفية له تأثير مباشر على الاقتصاد القومي. صحيح. لأن النهاردة لما بنقول إن جوه المنظومة الرسمية 7 تريليون هو الدخل القومي، النهاردة في زيهم الاقتصاد الموازي حوالي 7 تريليون تانيين. شيء مهول. كل دول بيتعاملوا خارج المنظومة المصرفية، فلك أن تتخيل إن 7 تريليون دول لو دخلوا جوه المنظومة المصرفية إزاي هتأثر في دعم الاقتصاد وفي دعم التنمية أو مرحلة التنمية اللي احنا شغالين فيهم بمساعدتهم هم. لأن أنا لما النهاردة بيأهل نفسه ويخش جوه، أنا ك ك ك ك كبنك أنا بدعم كل مشروع قائم سواء معدل الدوران فيه 1000 جنيه في الشهر. يعني كان الأول احنا بندعم ده من خلال الجمعيات، احنا عملنا منظومة اسمها البيزنس بانكينج. البيزنس بانكينج بالعربي يعني مشروع تمويل الأعمال. مشروع تمويل الأعمال ده احنا بناخد العميل سواء عميل صغير، مشروع جديد لسه بيبدأ، شاب من الشباب عنده فكرة، بناخد هذه الشريحة نبتدي ندعمها، بنراقبها وبنتابعها وبنحاول نركبها جوه المنظومة السلسلة نفسها بتاعت الأعمال. فبيبتدي صغير ويبتدي نضيف عليه شوية بشوية لغاية ما بيكبر. وفي النهاردة خلينا نقول بيخش الفروع، وناس دخلت الفروع من 3-4 سنين أو دخلت المنظومة الائتمانية صغيرة، النهاردة احنا ما شاء الله بنتكلم عندهم مصانع. على فكرة البنك الأهلي المصري متواجد في العديد من دول العالم لخدمة المصريين زي أثيوبيا والسودان والإمارات والصين وكمان أمريكا وإنجلترا والسعودية وجنوب أفريقيا وغيرها من دول العالم. قبل ما نتنقل لطنطا، المدن الجديدة اللي الدولة بتنشئها وأعظمها طبعا العاصمة الإدارية الجديدة، بنفكر في إنشاء كم فرع في هذه المدن؟ خلينا أقول لسيادتك إن إحنا النهاردة بالفعل عندنا 3 فروع أصلا خلاص في العاصمة؟ في العاصمة الإدارية. تمام. والمبنى الرئيسي ده غير المركز الرئيسي، وشغالين في زيادة لأنه مفيش مدينة جديدة النهاردة بتنشأ غير لازم يبقى البنك الأهلي جزء من هذا التمويل. الحاجة التانية كمان، إحنا أي مجمع النهاردة بيتفتح في أي محافظة أو في أي قرية أو في أي مركز إحنا بناخد وحدة فيه. إحنا عددنا كام كموارد بشرية داخل أفرع البنك الأهلي؟ جوه حوالي 17,000 موظف. ده جيش، إحنا بنتكلم في 17,000 واحد بيخدموا المواطن مباشرة، من إجمالي 30,000 موجودين في البنك الأهلي. ال 17,000 دول الخط الأمامي اللي موجودين في الفروع. صحيح. إنما الكيان كامل أكتر من 30,000 موظف بيخدموا عملاء البنك الأهلي. ال 17,000 دول بدون مقاطعتك هيبقوا ورا الحاجز بتاع الكورونا ده للأبد، مش كده برضو؟ ده بقى الفروع بقت دايما تراعي للأبد أزمة الكورونا. مظبوط. بقت دايما في التصميم. مظبوط. هو خلينا نقول هو الجيش المصرفي الأول في مصر. صحيح. لما بقول عليهم جبابرة الموظفين اللي في الفروع، ده حقيقي هم جبابرة ولهم كل التقدير والاحترام لما يقوموا به من دور إعجازي في أحلك الظروف. النهاردة لما تشوف التنمية اللي حصلت في المحافظ، احنا من 2 سنين قبل الجائحة كنا بنتكلم في حوالي 70 مليار المحفظة، في 2 سنين جائحة كورونا زدنا أكثر من الضعف من المحفظة في التجزئة. على فكرة بالأرقام البنك الأهلي المصري بيطور كل سنة ما بين 25-30 فرع، ويفتتح ما بين 60-65 فرع جديد تماما. دلوقتي هنتعرف من السيد أيمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري على ضوابط واشتراطات افتتاح الفروع الجديدة. حضرتك الخطة اللي انت ملتزم بيها إنشاء ما يقرب من 75 فرع سنويا عشان نغطي الطلب والاحتياج عند المواطن لفروع البنك الأهلي المصري. طيب شروطك ايه في الفروع دي؟ احنا عشان البنك الاهلي برضو ما بنقدرش ناخد اقل من مساحات 700 متر، ده في العادي 700 متر واكتر، انما ممكن في المولات في الاندية في الفنادق بناخد مساحات اقل، ممكن تبقى 200-250. اهم حاجة طبعا كمان الترخيص
يبقى مظبوط، يبقى المستندات كلها بتاعت الملكية، كل ده بيتبص له. يعني مرخص بنوك؟ مش لازم بنوك، مرخص تجاري. أنا بس حرك لي الأسئلة دي، لأن حلم أي مطور عقاري أن يبقى تحت الكيان بتاعه بنك. طبعا بيرفع أسعار الوحدات بتاعته، بيخلي المكان شكله حلو وعليه رجل كتير. خلينا نتكلم بكل وضوح، وده شيء مهم. والبنك الأهلي تحديدا، وتحديدا خلينا نقول 17 مليون واحد هيدخل لي. يعني أنا بقول لسيادتك صدقني، النهاردة إحنا بيبقى فيه فرع زحمة، بنفتح فرع جنبه نتيجة الزحام اللي موجود عشان نخف الضغط على الفرع ده. هو 3-4 شهور تلاقي الفرعين بقوا زحمة. صحيح، ثقة الناس في البنك، ثقة الناس في البنك الأهلي. ورا هذه بقى المنظومة اللي احنا بنشوفها وهذا الجيش المصرفي العظيم، قطاع الموارد البشرية اللي بيقوم بدور كبير جدا ومجهود عظيم جدا في سبيل انه يعين شباب مؤهلين وخريجين من الجامعات المختلفة، انه يأهلهم ويديهم التدريب المحترم والكافي انهم يقوموا بالدور ده. تعالوا بقى نقابل محمود فهمي، 33 سنة، مدير فرع البر الشرقي في شبين الكوم بالمنوفية. هو حاصل على بكالوريوس تجارة انجليزي من جامعة المنوفية، وماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري سنة 2019. الفرع ده جديد، المفروض ان هو فرع مطور. ايه الفرق بينه وبين اي فرع موجود في شبين الكوم على سبيل المثال؟ احنا عندنا حوالي 5 فروع هنا. ايه الفرق بينه وبين اي فرع اخر قادم للتطوير؟ المساحات هنا بقت تعد ترتيب الفروع بشكل العميل ياخد الخدمه بتاعته بطريقه اسرع واسهل. فضلا ان في نقطه مهمه في الفرع الجديد وفي كل الفروع المطوره بتاعتنا، ليها اماكن وليها شبابيك وليها مكاتب خاصة بذوي الهمم والقدرات الخاصة، بحيث نشجع الشريحة دي كمان نتيجة البنك وتاخد كل معاملاتها من البنك زي كل عمر. ازاي تم تدريبنا؟ انا مش عايز تطوير في المباني رغم العظمة اللي انتوا عاملينها، ولكن العقول، الخدمات المقدمة، حديث مع العميل، لازم كل ده يختلف. كل الزملاء في كل الاقسام بلا استثناء بيخضعوا لدورات تدريبية متخصصة، كلهم في تخصصه، فضلا عن كتير من الدورات التدريبية لتطوير السمات الشخصية، للقدره على استيعاب العميل، تاديه الخدمه بشكل احترافي، تقديم جوده ودقه عاليه في تنفيذ الاعمال وفي توقيتات معياريه سليمه. اللي قدام حضراتكم دي هي ميرنا البحيري، مسؤوله الاستقبال في الفرع الجديد، وهي اتخرجت في تجاره انجليزي دفعه 2019 وكانت الاولى على دفعتها. ما شاء الله عليها، ركزوا معها. حضرتك مسؤوله الاستقبال، يعني ايه؟ وضح لنا دورنا ايه تحديدا. هو انا الواجهه بالنسبه للبنك او الفرع بالاخص، مسؤوليتي ان انا اوجه العميل لو في حاجه مثلا هو مش عارف بتتعمل فين او ايه القسم المختص، اوجه العميل لده، بخلق احتياج للعميل متاح له ان هو يقدم الخدمه او يعمل الخدمه بنفسه ببدائل رقميه، منتجات رقميه زي الاهلي نت، الفون كاش. دلوقتي عميل ممكن يبقى داخل عندي يستلم مثلا ديبت كارد، عايز يعمل شهاده، محتاج ان انا ادخله خدمه عملاء، فلا انا بشوف لو عنده بديل زي الاهلي نت، لا انا ممكن اساعد حضرتك باستخدام اليوزر والباسورد اللي هو بيكون عارفه، ان انا اوجهه ازاي يستخدم الموبايل في ان هو يعمل شهاده او يسترد شهاده. ممتاز. فده بيساعد معاه ان هو بعد كده بيعمل كل الخدمات بتاعته وهو قاعد في البيت. دلوقتي هنقابل سلمى عمرو شرف، مسؤول خدمه العملاء في فرع البر الشرقي، وهي حاصله على دبلوم في الاقتصاد والموارد الماليه. الفروع بحسابات كده بسيطه بتستقبل يوميا من 350 ل 400 عميل، ايام الحد ممكن تعدي ال 500، حد الخميس. صح كده؟ بنتعامل ازاي مع هذه الاعداد؟ طبعا بنتعامل بكل احترافيه وتقدير برضو للعميل اللي موجود، برضو العميل فيه وقت معين ما بيتعدهوش. طبعا احنا حاليا كمشرفه خدمه عملاء بتوجه للصاله اي عميل، مثلا بنشوف برضو هو ايه الطلب بتاعه، لو ممكن نخلصه له مثلا نتوجه برضو للقسم اللي هو هيتعامل معاه، نشوف ممكن يخلصه ازاي بسرعه، ممكن نزيد وعيه في ان احنا نعرفه ان هو مثلا لو هو في طلب ممكن يخلصه من خلال الابلكيشنز بتاعتنا. ما تزودي معرفتنا احنا بالخدمات الالكترونيه دي. طبعا يعني ايه خدمه الفون كاش، ايه خدمه الموبايل ابلكيشن، احكي لنا. الفون كاش دي محفظه على الموبايل بتاع حضرتك، تربط عليه اي عدد من الكروت انت عايزها، ممكن تشحن بيها الموبايل، تدفع بيها فواتير الكهرباء، الميه، الغاز، تحجز بيها تيكتات طيران واوتوبيس جو باص، كلام من ده، تحول بيها رصيد لاي محفظه على مستوى البنوك والشركات الاتصالات، بتسهل على اي حد ان هو يتعامل في ويشتري بيها، يتعامل في اي امور ماليه اللي عايز يحول لابنه لاي حد معوش كروت او كلام من ده. في برضو الموبايل ابلكيشن لعملاء البنك، ده ممكن يستفسر على الارصده بتاعته ويعمل كشفات حساب، ممكن يحصل منها شيكات، ممكن يستعمل اي حاجه وعايزها، يحول من حسابه لحساب اي حد تاني، يشتري شهادات،
كأنه جوه البنك بالظبط. تعالوا بقى نقابل محمد قابل، مسؤول قطاع الائتمان بفرع البنك الأهلي في البر الشرقي بشبين الكوم، يعني المتخصص في إعداد ملفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 100 مليار جنيه مساهمة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إجراد لتنمية هذه المشروعات. حظك إن احنا فرع جديد لسه منشأ حديثا، وبالتالي أصحاب المشروعات مش عارفينه، وبالتالي أنت محتاج تتحرك عشان تقول لنا احنا فرع جديد ونقدر نساعدك إزاي ونخدمك كصاحب مشروع. منزل زيارات لمصانع، لمزارع بالفعل، مزارع دواجن، لمزارع إضرار ألبان، مصانع المنطقة الصناعية، مصانع عندنا مدينة السادات بنزلها فعلا زيارات، بعرض عليها منتجاتنا، أشوف العميل محتاج إيه، أقعد أدردش معاه، أشوف دورة نشاطه إيه، وبناء عليها بحدد تمويله إيه، وأشوف احتياجاته إيه. والفترة الأخيرة البنك ادانا منتج جديد اسمه البيزنس بانكينج، حاجة محترمة جدا، نزلنا منه 13 أو 14 برنامج بنبسط فيهم الإجراءات بشكل مش طبيعي، سرعة في الأداء وإنجاز جدا في الوقت. دورة عمل المنتج ده من ساعة ما العميل يجي هنا البنك ونزل له استعلام واخد القرار الائتماني ونزل له الفلوس، الموضوع ده كله بيستغرق من 5 أيام لـ8 أيام عمل. فتحنا سقف التعاملات بدون ترخيص، وممكن العميل لما يجيب لي بعد كده جواب مثلا ان هو جاري في اجراءات الترخيص اقدر افتح معاه سقف التمويل. العميل مثلا لو جاب لي الرخصه نفسها اقدر افتح معاه سقف التمويل لحد 2 مليون ولحد 5 مليون. خطه البنك الاهلي المصري للتوسع في انشاء الفروع الجديده وتطوير القائم وتحديثه نموذجيه، وخصوصا ان جهود الدوله في تحقيق الشمول المالي معناها عملاء جدد للقطاع المصرفي، يعني لو النهارده بنتكلم في 25 مليون عميل ممكن يبقوا بكره 30 ولا 35 مليون عميل، يعني محتاجين ضعف عدد الفروع الحالية للبنوك على الأقل. تشاهدون بعد قليل. فريق الجدعان يشارك الفائزين بأراضي بئر العبد وربعة في سيناء فرحتهم بصدور قرار جمهوري بنقل التخصيص لأراضيهم من هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بهدف استكمال بنيتها القومية والأساسية.